هيبقى في شهر نوفمبر القادم. والحاله كلها انجازات لتجديد اول مره بعد كل السنين الطويله دي مع الظروف الصعبه السياسيه اللي مرت بيها مصر خلال الست سبع سنوات السابقه. وكان المنتخب بتاعنا ما بيقدرش يوصل حتى للمباريات البطولات الافريقيه في ثلاث مباريات متتاليه، لكن الحمد لله السنه دي في 2017 المنتخب بتاعنا وصل للنهائيات الافريقيه في الجمهور، لعبنا مباراه نهائيه قدام الكاميرون، ثم بعد كده كمان وصلنا لنهائيات كاس العالم في روسيا 2018. فانا اعتقد ان دي يعني هي سنه تنفيذ جديده للكره المصريه، لان احد الكوره واللاعبين والجهاز الفني الجديد والطبي والجماهير الكره المصريه. انما الحقيقه النهارده كانت برضه يعني اجتماع الحكومه بنتكلم على المناخ المتميز اللي ممكن وصول مصر للمونديال ممكن يعني يكون السبع شهور القادمه. المناخ في مجال الرياضه، فالحقيقه كنا بنتكلم على انه يكون في دعم للمنشات الرياضيه والاستثمار الرياضي ويخش مجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال والتسويق السياحي وشركات السياحه، كل ده يقدر يشتغل الحقيقه في الفتره القادمه اللي حتى المونديال، وكيفيه الاستفاده من هذه الحاله الموجوده في الشعب المصري الحقيقه والفرحه. الحاجه الثانيه كمان يعني بنتكلم فيها احنا عندنا مباراه مهمه جدا في النادي الاهلي يوم 22 اكتوبر مع النادي الساحلي، تمنيات النادي الاهلي بالفوز والوصول للمباراه النهائيه وفوز النادي الاهلي في بطوله افريقيا للانديه الابطال كمان. خلينا النادي الاهلي يروح يشارك في كاس العالم للانديه في شهر ديسمبر القادم في ابو ظبي، وبرضه تزيد الحاله الرياضيه والمناخ الرياضي المتميز في الفتره القادمه.